السلام عليكم، شلونكم طلابنا؟ إن شاء الله تكونون بخير يا رب. نكمل محاضراتنا اللي هي أخذناها سلسلة من محاضرات بلشنا بيها بالكورس الثاني، واللي أخذنا منها الدايركت والإندايركت كومستيست، بعدين بلشنا بالبليدينج، يعني بالمشاكل اللي تخص البليتليت، الصفائح الدموية، وقلنا إنه إحنا الصفائح الدموية هي ممكن تكون يعني المشاكل إلها علاقة يعني بقلة عدد البليتليت، أو مثلا الفانكشن مالتها مو صح، وكذلك كان عندنا من المشاكل اللي احنا كذلك لاحظناها هي مشكلة اكو ممكن بالكوغوليشن فاكتور، يعني بعوامل التخثر، يعني هواية مشاكل احنا لاحظناها يعني بالمحاضرات السابقة وتحدثنا عنها بالتفصيل. بهذه المحاضرة طلاب احنا راح نكمل فد نوع من انواع الانيميا كلش مهمة، وهي موجودة بالسيلبس مالتكم، انه الهيموليتيك انيميا، يعني الانيميا الناتجة عن التكسر، تكسر كريات الدم الحمر. زين، فيعني التكسر بكريات الدم الحمر راح يسبب لي تحطم بالخلية الحمراء، وبالتالي خروج الهيموغلوبين outside the cell. اوكي، فاذا هذني هاي الانيميا. انا ذكرت لكم كذلك يعني بسلايد واحد البليدنج، طبعا البليدنج هو ما له علاقه يعني مو هيموليسيس البليدنج، بس ذكرت البليدنج والهيموليسيس على مود بس بالانفستيجيشن اريد اذكر لكم شلون تميزون انه هذا شخص عنده هيموليتيك انيميا لو عنده بليدنج، يعني انيميا ديو تو بليدنج سببها النزف. فتلاحظون انه البليدنج اللي هو يعني انيميا ديو تو بليدنج اكيوت بلاد لوس، يعني فجاه يصير عند الشخص بليدنج، يعني فجاه يصير عنده نزف. طبعا احنا هنا النزف ممكن ياخذ اشكال متعدده، مثلا حامل ويعني ولدت وصار عندها نزف بعد الولاده، ممكن واحد انضرب صار حادث عنده، ممكن يعني a lot of causes، ممكن نزف من الانف، يعني اللي هو ابيستاكسيس يسموه الرعاف، فهوايه يعني الى اشكال النزف. اوكي، فهنا يعني الدايجنوستس مالته راح يحتاج انه شو نسوي له. اولا راح نسوي للهيموغلوبين راح نلقى له due to loss of RBC in bleeding، يعني اكيد احنا عندنا النزف فاذا نفقد RBC، فالRBC كل ما نفقدها النتيجة شنو راح يصير؟ الهيموغلوبين low. راح نلقى هاي ريتيك كاونت، ونعرف شنو الريتيك كاونت، هي عبارة عن اماتشور ار بي سي، يعني خلايا ار بي سي اماتشور حمراء غير ناضجة تروح للبيرفرال بلاد. اوكي، اللي هي كومبنسيت مارو اكتيفيتي تو ريبليس ذا لوس اوف ار بي سي، اللي هي شنو يعني اني المارو النتيجه انه اني مده تفقد الار بي سي هوايه من عندها نتيجه انه بلاد لوس يعني البليدنج، فالنتيجه انه البون مارو راح يشتغل بسرعه على مود يعوض هذا النقص، فبالتالي راح يصير عند الشخص شنو هاي ريتيك كاونت. يصير عندهم شنو هنا اللي اريدكم تميزون بين الهيموليسيس وبين الانيميا ديو تو بلاد لوس، عندهم نورمال تي اس بي اللي هي توتال سيرم بيليروبين. ليش؟ لان احنا هنا ما عندنا هيموليسيس، احنا هنا ما عندنا هيموليسيس، احنا هنا ما عندنا تكسر كريات الدم الحمر، وبالتالي خروج الصبغه مالتها وتدخل لي بميتابوليك فيس ويصير لي بيليروبين. اوكي، اني ما عندي تكسر هنا، فبالتالي التي اس بي يكون نورمال هنا عندهم. عاده البيشنت يكون عنده شنو اكيوت بلاد لوس، عنده هيستوري، عنده يعني شوف انه تجي تسالهم تقول شوف عندهم هيستوري اوف اكيوت بلاد لوس. عاده البي سي في اللي هو نعرف مختصر شنو البي سي في اللي هو الباكت سيل فوليوم از انيشيالي نورمال، يعني بالبدايه نسوي تحليل البي سي في نلقاه نورمال زين، اور ايفن حتى انكريز. ليش سببه؟ ديو تو هيمو كونسنتريشن، يعني شنو هيمو كونسنتريشن؟ اذا ينفقد فلويد فالار بي سي تترسب هوايه، فالنتيجه راح يطلع لنا البي سي في كانه فولس ريزلت، هو عالي بس هو الحقيقه مو عالي. اوكي، بعدين وراها راح يقل and destabilize with
2 إلى 5 داي. يعني أول شيء بالبداية راح نقيس البي سي في، راح نشوف البي سي في نورمال أو حتى نلقاه عالي. بعدها شنو راح نسوي؟ راح نسوي يعني البي سي في خلال يومين إلى 5 أيام راح نلقاه صار ستيبل، صار يعني الكونسنتريشن مالته ستيبل، يعني العفو الليفل. اذا بالبدايه راح نلقى التحاليل الاتي. اول شيء الهيموغلوبين لو، البي سي في ممكن لو نورمال او هاي. زين بعدين ورا يومين الى 3 راح يصير الى 5 راح يصير عندهم هاي بي سي في. اول بالبدايه يكون ممكن نورمال او هاي العفو، وبعدين يصير عندهم لو بي سي في. وقلت لكم ليش بالبداية يكون هاي بي سي في؟ لان اكو هيمو كونسنتريشن. شنو اقصد يعني هيمو كونسنتريشن؟ هو احنا مو فقدنا البلاد، البلاد هو عبارة مو عن فقط كريات حمراء، هو بيبلازما. فالبلازما من نفقدها راح انه الخلايا الحمراء تترسب، فراح كأنه تطينا فت فولس ريزولت انه هذا البي سي في عالي. تمام. بعدها شنو راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا اذا وحده من التحاليل اللي هي كلش مهمه اللي تميز لي الاكيوت بلاد لوس عن الهيموليسيس هي تي اس بي، اللي هي توتال سيرم بيليروبين. بالتوتال سيرم بيليروبين ماكو هيموليسيس، ماكو بهذه الحاله هيموليسيس، فبالتالي توتال سيرم بيليروبين بهذه الحاله تكون نورمال. وطبعا اكيد احنا راح نسال البيشنت راح يقولوا اني عندي هيستوري اوف اكيوت بلاد لوس. اللي هي هيموليتيك انيميا طلاب هي تعتبر شنو؟ انيميا ديو تو ريزلت فروم ار بي سي ديستركشن. يعني شنو ار بي سي ديستركشن؟ يعني هي عباره عن فقر دم ناتج من تحطم الخلايا الحمراء وتكسر الخلايا الحمراء. زين كومبنسيتوري هيموليتيك انيميا بروسيس يسموها مينز هيموليسيس وذاوت انيميا. اوكي يعني هيموليسيس تكسر without anemia. Normal bone marrow is able to increase its RBC production to 6 الى 8 fold before anemia will be developed. يعني شنو طلاب؟ يعني هي الهيموليتيك انيميا هي عبارة عن يعني تحطم وتكسر بالخلايا الحمراء، فبالتالي راح يصير عندنا شنو؟ انيميا. بينما الكومبنساتوري هيموليتيك بروسيس يعني الهيموليتيك بروسيس اللي هي كومبنساتوري تعويضية، احنا هنا شو يقول لك؟ يقول لك انه اكو هيموليسيس بس بعدها الانيميا ما صايرة. ليش؟ لان هنا البون مارو له فت قابلية حلوة انه يزود الار بي سي برودكشن الى 8 مرات اكثر من الطبيعي، فبالتالي الانيميا مو رأسا تظهر. من انه فد مرة يكون الهيموليسيس كلش قوي بعد ما راح يقدر البون مارو يعوض النقص اللي صار من تكسر الخلايا الحمراء، فبالتالي راح يشوفون يصير عند الشخص شنو؟ انيميا. طبعا الهيموليسيس ممكن ياخذ اشكال، يعني التكسر مع الخلايا الحمراء ممكن ياخذ اشكال، ممكن يكون بداخل الاوعية الدموية، ممكن يكون خارج الاوعية الدموية. الاكسترا فاسكولار اللي هو خارج الاوعيه الدمويه يعني هيموليسيس which occurs outside the bloodstream mainly in the spleen، هو عباره عن تكسر الخلايا الحمراء اللي يحدث بعيد بالسبلين خارج البلودستريم. تمام. هو عباره عن تكسر هيموليسيس which occurs outside the bloodstream، يحدث يعني برا الدم، ومينلي وين يصير؟ بالسبلين بالطحال. الانترافاسكولار هيموليسيس شنو طلاب؟ هو عبارة عن تكسر وتحطم الخلايا الحمراء، وانما وين يصير؟ بداخل البلد ستريم. يعني وين؟ يعني بداخل الأوعية الدموية. اذا احنا صار عندنا التكسر نوعين، اما اكسترافاسكولار اللي هو خارج الأوعية الدموية، او انترافاسكولار اللي هو داخل الأوعية الدموية. خارجها وين؟ اهم شيء وين؟ السبلين اللي هو الطحال. بينما الانترافاسكولار اهم شيء وين؟ اللي هي بداخل البزل، ممكن اي بزل يكون بداخلها. هذني انواع الهيموليسيس. شنو التحاليل الامبورتنت لابراتوري انفستيجيشنز اللي الفايندينج اللي لما نشوف الشخص يصير عنده هيموليسيس؟ يعني شخص من يصير عنده تكسر للخلايا الحمراء، شنو اهم الانفستيجيشن لابراتوري فايندينج اللي ممكن احنا نشوفها؟ اول شيء لو هيموغلوبين، الهيموغلوبين راح نلقاه لو. اوكي الهيموغلوبين يعني الليفل مالته نلقاه لو. ريزلت فروم هيموليسيس اوف ار بي سي، تكسر للار بي سي. 2 انكريز الريتيك كاونت، الريتيك زايد. يعني اذا هسه لحد هسه اذا تلاحظون وسوون مقارنه بين الانيميا سببها
bleeding وانيميا سببها hemolysis تلقوها نفس الشيء. سبب البليدنج هو بليدنج فسبب لنا قلة بالهيموغلوبين وزيادة بالرتك، لأنه النخاع العظم دا يريد يحاول يعوض النقص فيزود الفعالية مالته، فراح تطلع لنا الرتك سيل اللي هي immature سيل وتروح للبرفرال بلاد. هنا هم يصير انكريز الرتك. ليش طلاب؟ لأن بون مارو كومبنسيشن للهيموليسيس، هماتين كذلك احنا عندنا هيموليسيس يعني تكسر، فالتكسر ناتج عنه شنو؟ انه هيموليسيس فالنتيجة جاء اشعار للنخاع العظم دا يقول له ترى اكو فت خطر ودا تتكسر الخلايا، فاحنا الدم ما دا يكفي عندنا فعوضنا، فراح يكون خلايا حمراء هواية فبالتالي راح يزداد الرتك كاونت. تمام، راح يزداد عندنا البيليروبين، فراح يصير عندنا هايبر بيليروبينيميا وراح يزداد التوتال سيرم بيليروبين مينلي الاندايركت، اكثر شيء الاندايركت لانه قبل لا يصير بي كونجوكيشن اوكي بالليبر. اذا احنا شنو هاي دي يصير عندنا زياده بالماده الصفراء اللي هي ناتجه عن الميتابوليزم بعد ما صار تحلل للهيم وجلوبين سبب انه تكسر، فطلع عندنا الهيموغلوبين، فالهيموغلوبين هيم وغلوبين، فالهيم راح يصير بي يعني بروسس وميتابوليزم فراح يعطينا بيليروبين، فاذا البيليروبين هنا يزداد. اذا تلاحظون بالبليدنج كان التوتال سيرم بيليروبين نورمال، بينما هنا بهذا بالهيموليسيس لا كان البيليروبين عالي. راح يزداد عندنا اللاكتيت ديهايدروجينيز، البلازما لاكتيك ديهايدروجينيز. ليش طلاب؟ لأن هو هذا نتيجة أي بريك داون هذا الإنزيم راح يزداد. increase اليورين يوروبيلينوجين، يعني تلاحظون إنه اليورين حتى ممكن يتغير الكالر مالته، فراح يزداد اليورين بيلينوجين. الصبا وازداد الفيكال استيركوبيلين، يعني راح باليورين بالإدرار راح يعني تظهر المادة البيليروبين، وبالستول يعني بالخروج كذلك راح تظهر لنا المادة الصفراء. بالإنترافاسكولار هيموليسيس يعني لما يكون التكسر وداخل الأوعية الدموية راح نشوف راح تظهر لنا التحاليل الآتية، وهو إنه يكون أكو دم بالإدرار، أكو هيموغلوبينيميا يعني الهيموغلوبين بالدم قليل، وكذلك مادة ناتجة عن الميتابوليزم بروسيس اللي هي هيموسيدرين يوريا، نلقى حتى باليورين أكو هيموسيدرين. عادة بالتكسر يعني لما أكو هيموليسيس إحنا نسوي لهم بلد فيلم، والبلد فيلم معناه هي صورة للدم. فالبلد فيلم هي شنو احنا الغاية من عندنا؟ احنا اسس نقيم الريت سيل مورفولوجي، احنا نريد نشوف الريت سيل مورفولوجي، نريد نشوف يعني الشكل مال الار بي سي شونه، يعني اكو مثلا فد يعني مثلا هي هسه اذا تلاحظون هسه بهاي محاضرتنا راح ناخذ يعني أنواع معينة ويعني ديزيزز معينة بالهيموليسيس، فتلاحظون كل ديزيز إلى فت شكل للآر بي سي راح يصير. يعني مثلا أهل السيكل سيال أنيميا الفقر الدم المنجلي هو هم يكون مصاحب بتكسر للخلايا الحمراء، فنشوف الآر بي سي ماخذ شكل السيكل المنجل. مثلا الاسفيروسايت اللي هي تكون ار بي سي وكلش هيك صغيره مدعبله، ممكن تكون فراجمنتد ار بي سي، الخلايا الحمراء يعني الار بي سي صاير بيها فراجمنتيشن، يعني شنو فراجمنتيشن؟ يعني متكسره متحطمه اوكي. اذا ممكن بالبلد فيلم راح يساعدنا حتى نوصل للدايجنوسيس، وهو شلون انه راح نشوف يعني فت ديفرنت شيب اند فيتشر للار بي سي، ممكن تكون على شكل سيكل منجلي، ممكن تكون سفيروسايت، ممكن تكون فراجمنتد محطمه، وكل وحده لها علاقه بنوع من انواع فقر الدم. اذا احنا يعني بصوره عامه شنو ممكن نلاحظ على الشخص بحيث نفكر انه عنده هو هيموليسيس؟ اول شيء راح نشوفه عنده فقر دم انيميا، اثنين راح نلاحظ عنده جوندس. جوندس يعني شنو؟ يعني ابو صفار اوكي. اذا عنده انيميا، عنده جوندس، عنده سبلينوميجالي تضخم بالطحال
اوكي، لان التكسر هواي دا يصير في الطحال، نتيجة لذلك دا يتضخم. ممكن نلاحظ بعض الاشخاص ب certain type of hemolytic anemia نلقى crisis of disease اللي مثلها، يعني شنو طلاب اقصد بالكرايسيس؟ الكرايسيس شلون الازمة الصير مصاحبة لهذا الديزيز. يعني مثلا اهل السيكل سيل انيميا، الانيميا المنجلية، يكون عندهم فجأة ممكن يعانون من كلش مثلا ألم بصدرهم، مفاصلهم، ممكن فجأة رأسا دمهم ينزل، ممكن يعني هواية. فهذا شي يسموها كرايسيس، يسموها painful crisis، يعني hemolytic crisis، فيعني حسب، تمام. فهاي اللي أقصد بها الكرايسيس، يعني هو ديزيز أوكي كل شي ما بي، فجأة كلش يصير الأمور مو زينة وورس. بعد شنو ممكن نلقى؟ leg ulceration، يعني ممكن نلقى ألسر، اللي هي يعني شنو ألسر؟ يعني قرحة نلقاها وين؟ نلقاها بالleg، يعني بالساق، نلقى ممكن leg ulceration. ممكن بعد شنو نلقى؟ نلقى skeletal changes، يعني تغيرات بالتركيب، يعني مثلا بشكل الجمجمة، بشكل يعني عظام الفك وغيرها، حسب الديزيز اللي هو راح يصيبني. وكذلك ممكن انه الشخص يصير عنده فد علامات واعراض سريرية تكون مصاحبة للacquired process، اوكي، للاكوايرد هيموليتيك انيميا. يعني عندنا احنا اكوايرد هيموليتيك انيميا، يعني انيميا مكتسبه. فالاكوايرد هيموليتيك انيميا ممكن انه يكون مصاحب لها فيتشر خاصه بالديزيز نفسه، اوكي. اذا ذني الفيتشر اللي ممكن احنا نلاحظها بحسب الديزيز اللي يصير به هيموليسيس، اللي يكون مصاحب إلى الهيموليسيس. راح تلاحظون راح نقسم classification of hemolytic anemia إلى أقسام، وهي inherited و acquired. الinherited شنو يعني؟ يعني inherited بعد، يعني مورثة. والacquired يعني أنا inherited hemolytic anemia، يعني أنا أكو فجين بمشكلة أنه أنا اكتسبته من أبويا لأمي، فالنتيجة أنه صار عندي هذا الديزيز. الacquired hemolytic process يعني معناه there is، يعني انه شنو اقول لكم؟ انه اكو فد يعني فد شي سبب فد ديزيز acquired مكتسب، يعني فد ديزيز سبب لي انه هذا الشخص ممكن يصير عنده هيموليتيك انيميا، واللي هو يكون على نوعين. ممكن الهيموليسيس هنا يكون سببه اميون، يعني اكو فد شي مناعي، وتتذكرون يمكن اخذنا بالمحاضرات مال نقل الدم، وقلنا إذا كان الدم ما متطابق راح يصاحبه بهيموليتيك بروسيس، اللي هو عملية شنو؟ تكسر للخلايا الحمراء، زين. أو ممكن يكون نون هيموليتيك بروسيس، مثلا انفكشن، مثلا دراج، مثلا بيرن الحرق، مثلا اللي مثلا يعني كيميكال سبستانسز، هذني كلها ممكن يكون مصاحب إلها شنو؟ يكون أكو أكوايرد هيموليتيك أنيميا. يعني تلاحظون أكو فد شي سبب الهيموليسيس، يعني أكو فد إكسترنال سامثينج، يعني إكسترنال إنسولت، يعني أذى خارجي سبب مثلا هو سبب انه حرق، سبب مادة كيميائية هي اللي سببت انه الهيموليتيك بروسيس، اللي هي عادة ذني المواد هي نون اميون هيموليتيك انيميا، يعني هي مو نون اميون، يعني ما سبب انه يعني مو هيموليتيك انيميا سببها مناعي. السبب المناعي هو لمن اكو انتيجين انتي بودي رياكشن، يعني اكو انتي بودي تهاجم الار بي سي وتكسرها للار بي سي. إذن التصنيف مالتها ممكن يكون بهالتصنيف، وهو إما inherited اللي هو أنا أكتسبها من أهلي، اللي هي عادة طبعا بيها أنواع، إما يكون خلل بالإنزيم level، يعني بالإنزيم. فمثال عليه راح ناخذ اللي هي G6PD، اللي هي glucose 6 phosphate dehydrogenase deficiency. ممبرينوباثي ممكن بالإنزيم بالممبرين، يعني بالغطاء مال الار بي سي، فهنا شنو نسميها؟ الهيريديتاري سفيروسايتوسيس، اوكي.
ممكن بالهيموغلوبينوباثي اللي هي الثلاسيميا والسيكل سيل أنيميا، يعني بالهيموغلوبين المشكلة فمثال عليها الثلاسيميا، وكنا سامعين بالثلاسيميا، والسيكل سيل أنيميا اللي هي الأنيميا المنجلية، والأكوايرد أنا شرحت لكم عنها. يبقى إحنا مثلاً الإكزامبل of for laboratory findings in hemolytic anemia، يعني أنا ممكن شنو اللي ألاحظه وأقول هذا الشخص عنده hemolytic anemia. أول شيء نلقى عنده أنيميا، يعني الهيموغلوبين ممكن نلقاه كلش نازل، يعني يوصل 7 يوصل 6 5 تمام، وهو النورمال ندري بالفيميل من 12 إلى 15، بالميل من 13 إلى 17، فأكيد من نلقى 6 يعني كلش نازل. معناه نلقى الريتك عالي، عادة الريتك كاونت اللي قلنا هي الإماتور آر بي سي نلقى هي الطبيعي الليفل مالتها هو بين نص إلى 2.5، من نلقاه 22% من أصل الآر بي سي 22 خلية ريتك، معناه إنه هنا نقول هذا الريتك صاعد. نسوي تحليل الأبصفار اللي هو توتال سيرم بيليروبين نلقاه عالي 7 صاير. نسوي دايركت بيليروبين نلقاه عالي، الاندايركت بيليروبين نلقاه عالي. نشوف مثلا اون بلد فيلم، نسوي صوره للدم نلقى سفيروسايت، يعني الخليه مثلا شكلها هيك مدعبل صغير، فاني افكر اقول مثلا نسال اكو فاميلي هيستوري ماكو فاميلي هيستوري، هنا انا راسا شنو اقول، اقول احتمال هذا الشخص شنو عنده هيريديتري سفيروسايتوسيس مثلا، او مثلا عنده ممكن فد شيء مناعي خلى يصير عنده هيموليسيس وتتكسر الار بي سي، وبنفس الوقت هم يصير سفيروسايت. اذا حسب يعني اللاف فايندينج، حسب يعني التحاليل المختبريه، وحسب اعراض والعلامات السريريه مال البيشنت، احنا راح نشخص هذا الشخص شنو عنده يا نوع من الانيميا. هسه هنا فد شلون الكلينيكال فيتشر اللي ممكن احنا اني مو قلت لكم التكسر ممكن يكون خارج الاوعيه الدمويه، يعني اكسترا فاسكولار هيموليسيس، او ممكن يكون انترا فاسكولار هيموليسيس. اذا كان اكسترا فاسكولار هيموليسيس يعني التكسر خارج الاوعيه الدمويه، هنا شنو طلاب، هنا راح يكون لما يكون التكسر خارج الأوعية الدموية طبعا هو يكون مينلي يعني بشي رئيسي هو بالسبلين بالطحال. زين هنا ايش راح نلاحظ طلاب، الشخص راح يصير عنده بالر، البالر سببه أنيميا، هو عنده تكسر، فالتكسر ناتج انه الار بي سي راح يقل، فالنتيجة راح يشوف عندهم بالر. سبب من البالر سبب الأنيميا فقر الدم. يصير عندهم جوندس أبصفار بسبب الهيموليسيس بسبب التحلل. يصير عندهم سبلينوميجالي تضخم بالطحال بسبب انه هو الطحال يكون المكان مال اللي يصير به هيموليسيس، اللي يصير به التكسر مال الار بي سي. الانترافاسكولار هيموليسيس يعني اللي اذا كان تكسر الخلايا الحمراء داخل الاوعيه الدمويه، راح نلقى الشخص يصير عنده بالر يعني يكون اصفر سبب الانيميا، يصير عنده جوندس اللي هو بسبب الهيموليسيس، ويصير عنده دارك كولر يورين اللي هو شنو يعني دارك كولر يورين، يعني الادرار مالتهم يكون بلون الشاي، وسببه انه الصبغه مال الهيموغلوبين وجزء من الهيموغلوبين يروح بالادرار. اذا احنا شنو عندنا، عندنا الاكسترا فاسكولار يعني تجينا علامات سريرية تختلف عن الانترافاسكولار. تلاحظون يعني الاكسترافاسكولار ما يكون مصاحب انه الادرار يصير لونه بلون الشاي تمام، ويصير عادة بس إنه أبصفار وأنيم فقر دم، بينما الإنترافاسكولار هيموليسيس يكون أبصفار وفقر دم اللي هي بالر يعني شحوب بالوجه، وكذلك دارك كولر يورين. هذين الفيتشر اللي ممكن إحنا نلاحظها، الإمبورتنت كلينيكال فيتشر اللي ممكن أني ألاحظها عند الأشخاص. إذا نشوفوا شو راح يجينا طلاب، راح يجينا هذا شكله لونه أصفر، وجهه يعني أصفر هيك بيال يعني شاحب، أكو يعني السكليرة طبعا هذا البياض مال العين صاير كلش لونه أصفر، معناه عنده أبصفار، ووجهه هيك يعني شاحب. شوفوا حتى هنا يعني فرق بالبالر، يعني أقصد إنه شحوب، هنا جوندس. زين شوفوا هنا شلون حمرة الإيد، هنا شلون يعني بيال إنه شاحبة.
هنا السبلينوميجالي يعني كبر بالطحال اللي هو يكون بالجهة يعني أعلى البطن من الجهة اليسرى، فالطحال نلقاه متضخم بالإكسترا باسكولار هيموليسيس يعني بالتكسر خارج الأوعية الدموية، بينما بالتكسر داخل الأوعية الدموية شنو أني ألقى؟ ألقى اليورين الإدرار يكون دارك بلون الشاي. هذني مهمات ممكن أسألك، أقول لك السبلينوميجالي وين يصير، بالإنترافاسكولار هيموليسيس لو بالإكسترافاسكولار؟ راح تقول لي أنه أنت وين مثلا الدارك كولر يورين أنا وين ألقى ديو تو إنترافاسكولار هيموليسيس، وهكذا. إذن ذني الأشياء اللي ممكن أنا ألقاها. بعد شنو طلاب اني هسه احنا راح نتحدث عن يعني نوعا ما examples لل يعني للديزيزز اللي تسبب لي هيموليسيس، اللي هي احنا اخذنا مثلا الهيموغلوبينوباثيز اللي هي اخذنا الانهيريتد هيموليتيك انيميا، وقلنا بيها اما المشكله الخلل بالانزيم او ممكن الخلل بالممبرين مال ار بي سي، او ممكن خلل شنو بالهيموغلوبين نسميه هيموغلوبينوباثيز. فاذا الخلل ممكن بوحده من ذني الاشياء اللي احنا ذكرناها. اذا الجي 6 بي دي هو شنو؟ هو عباره عن جلوكوزيتا فوسفيد هيدروجينيز ديفيشنسي، واللي يصير نتيجه شنو؟ نتيجه انه اكو خلل بالانزيم مال الار بي سي. فاحنا نريد نقول شنو هو هذا الديزيز، شنو يعني الباثوفيزيولوجي مالته، شلون دا يصير الهيموليسيس. اول شيء هو نعتبره شنو؟ سكس لينكد ديزيز. اوكي، هو سكس لينكد انهيريتد، طبعا مورث ديزيز. طبعا الجين مال الانزيم موجود على الاكس كروموسوم، اكتيف ان اول سيل، يعني هذا الانزيم اكتيف بكل الخلايا. All RBC, white BC, platelet have this enzyme under same genetic control, but clinically consequent is confined to RBC. بس المشكلة شنو؟ صح إنه هذا الإنزيم موجود بالRBC, بالwhite BC, بالplatelet، ببقية الخلايا، بس إحنا إذا صار به خلل راح يكون الخلل يعني بالليفل مال الRBC مال الخلايا الحمراء. And occasional evidence of complete inactivation of enzyme in enucleated cell would not compatible with life. المشكلة مرات إنه إذا كان complete inactivation للإنزيم، يعني إذا هذا الإنزيم أصلاً ما اشتغل، يعني مو صار به خلل، ممكن حتى الشخص ما يعني يكون ما يقدر يعيش. أوكي، يعني يكون معرض إلى أنه يتوفى. زين، شنو بعد ممكن نشوف؟ G6PD enzyme is important in red cell metabolism. هو احنا ليش يعني كلش مهم هذا الانزيم، واذا صار به خلل راح يعني يسبب لنا هذا الهيموليسيس، لان هو اصلا هذا الانزيم كلش مهم بالميتابوليزم، بالميتابوليزم to produce حتى ينشئ substance that protect the red blood cell from hemolysis. لأن هو نتيجة شنو؟ راح produce substance راح تحمي RBC من الهيموليسيس. إذن هو هذا الإنزيم كلش مهم بالميتابوليزم مال عمليات الأيضية مال RBC، واللي هو يحمي RBC من الهيموليسيس. طبعاً with G6PD enzyme deficiency RBC at risk of hemolysis by oxidant agent. يعني المشكلة لما أكو خلل بهذا الإنزيم أو إنه قليل النمبر يعني ال concentration مالته، النتيجة راح نشوف إنه ذول الأشخاص يكونون معرضين إلى تكسر للخلايا الحمراء إذا تعرضوا إلى يعني منتجات اللي هي oxidant. مثلا مثل شنو؟ لما اكو انفكشن، اكو دراج، اكو توكسين، اكو اكلوا الباقلة اللي ان بيها اوكسيدنت سبستانس، ممكن هذن يكونهن يزودن الرسك، يصير عندهم G6PD انزيم ديفيشنسي، وبالتالي يصير عندهم انيميا اللي ناتجة من التحلل والتكسر للخلايا الحمراء. عادة هذول الأشخاص يعني إيش يجونه؟ شون يعني نعرف إن هذول الأشخاص عندهم G6PD deficiency وهذا النوع من الهيموليتيك أنيميا هو سببه نقص بهذا الإنزيم؟ شون نعرف إحنا؟ يعني إحنا شون نقدر يعني نشخص هذا المرض؟ أول شيء هو يعتبر X-linked disease، يعني هو عبارة عن disease يعني مرض أعتبره X-linked،
واللي هو أكثر شيء كمان وين بالboy than girl. إذن هو more كمان أكثر شيء كمان وين بالboy بالأولاد أكثر من الgirl. ليش؟ لأنه أصلاً هو يعني الجين مال هذا الإنزيم واقع على الإكس كروموسوم، فبالتالي أكيد يكونون الboy هم اللي يعني يصابون والgirl تكون carrier. طبعا راح يصير عندهم acute intravascular hemolysis، يعني النتيجة الهيموليسيس الناتج من G6PD هو داخل تكسر الخلايا الحمراء داخل الأوعية الدموية، فيكون مصاحب أكيد الشخص يصير عنده يعني شحوب بالوجه، يكون عنده يعني جوندس اللي هو أبو صفار، ويكون عنده dark color urine اللي هو الإدرار يصير مالتهم بلون الشاي. طبعا ممكن يظهر هذا الشيء على شكل نيونيتال جوندس، يعني مثلا نشوف الاشخاص عندهم شنو، استوى طفل هو مولود يصير عنده نيونيتال جوندس او جوندس ان ايج ليس دان 1 مانث، او هو العباره عن ابو صفار للطفل اللي عمره اقل من شهر. زين عادة أني شنو أسوي لهم تحاليل حتى أوصل للدايجنوسيس؟ أولا أسوي لهم تحليل دم، فرح ألقى الدم مالتهم لو، هاي أول شيء يعني. زين ثنيًا أسوي لهم اللي هو CBC complete blood count، أسوي blood film صورة للدم ألقى إنه كلش فقر دم عندهم with some changes in RBC morphology، مع تغيرات بسيطة بشكل ال RBC اللي هي أكو شنو blister cell، اللي هي blister cell عبارة عن الخلية شون اللي دتري تنفجر. زين او يسموها بايت سيل، بعد ما انفجرت صارت شلون الماكوله. هسه اراويكم صوره للبلستر سيل، راح نلقى زياده بالريتيك كاونت، وقلت لكم ليش نلقى زياده بالريتيك، لان اكو تكسر. هذا التكسر شو يسبب لي؟ يسبب لي انه اني خلاص صار عندي تكسر، فالنتيجه اني شنو اريد البون مارو نخاع العظم يعوض لي هذا التكسر اللي صار، فراح ينتج لي كلش هواي ار بي سي، فبسرعه بسرعه بعد ما يلحق يريد يشتغل بسرعه، فالنتيجه قسم من الاماتشور ار بي سي راح يظهر للبريفرال بلاد، فالريتيك كاونت راح نلقاه انكريست. نلقى finding of intravascular hemolysis، مثلا هيموغلوبين بالإدرار، هيموغلوبين يوريا، هيموسيدرين يوريا. زين نقيس الإنزيم enzymatic assay by biochemical test، راح نلقى show low enzyme level، إذا راح نلقى G6PD الإنزيم low. طبعا هذه صورة للبلد فيلم اللي هو نلقى بيها اكو بلستر سيل، البلستر سيل هاي اللي هي شوفوا شلون صار شلون الكره منفوخه، تمام هاي اذا طقت النفخه راح تصير شلون عبالك البايت ماكوله. اوكي اذا البلستر سيل هي كاركترستيك المن للاشخاص اللي عندهم G6PD، اللي عندهم يعني انيميا ناتجه من G6PD ديفيشنسي. اوكي زين شلون احنا ذول الاشخاص نعالج، يعني مانجمنت شو نسوي لهم، يعني شلون نقدر انه يعني نرتب لهم امورهم اذا صارت عندهم هاي الحاله. اولا ممكن هو يصير سبونتينيوس ريكفري، يعني واحده انه تخلى، بس نوخر مثلا السبب، مثلا اذا دا ياكل باقله نعالج الانفكشن، نعالج الدراج من نعطيهم، وهكذا. الاسباب اللي هي الاوكسيدنت ايجنت، نبتعد عن الاوكسيدنت ايجنت. نطي طبعا بلاد ترانسفيوجن في حال انه كان يعني الهيموغلوبين ليفل كلش لو، ننطي فوليك اسيد لانه احنا هي عبارة عن عملية استهلاكية للهيموليسيس، فالنتيجة انه اني هذا الهيموليسيس اريد اتخلص من عنده شنو انطي، يعني الهيموليسيس دا يستهلك لي فوليك اسيد، فبالتالي انا اعوضهم بالفوليك اسيد. مرات الطفل اللي هو اقل من شهر عمره يصير عنده نيونيتال جوندس، فأني شلون راح أعالجه؟ أخليه بالحاضنة بالفوتوثيرابي، أو ممكن إذا ما استجاب أنا ممكن حتى أسوي له تبديل للدم. إذا كل شخص أني أعالجه حسب الفيتشر مالته، حسب البرزنتيشن، يعني شنو يكون يشكي من عنده، فأني يعني أعالجه accordingly. بعد من يعني قلنا من الهيموليتيك أنيميا تايب اللي هي سببها inherited، يعني اكو فتشي وراثي، هي الهيريديتاري سفيروسايتوسيس. اوكي اللي هي هنا مشكله وين؟ بالممبرين مال الار بي سي وليس بالانزيم. الجي 6 بي دي
هذا بالإنزيم اللي هو قلنا مهم بالميتابوليزم مال الار بي سي، اوكي، وبالتالي راح يعرضها الى الهيموليسيز لما يكون بي ديفيشنسي. الهيريديتاري سفيروسايتوسيس هنا المشكله وين؟ بال يعني بالشكل مال بالممبرين مال الار بي سي، بالممبرين المشكله مال الار بي سي. اذا الممبرين مال الار بي سي لما يكون اكو بي يعني اكو هيريديتاري بروبلم، فالممبرين راح يكون بي مشكله. هو اني اعتبره inherited disorder يتميز بانترنسيك ديفكت ان ار بي سي ممبرين بروتين. مشكله وين؟ بالريد بلود سيل ممبرين بروتين. يعني احنا شنو الار بي سي هي بيها بروتينات بالممبرين مالتها، فانه لما يكون اكو مشكله بهذني الار بي سي الممبرين بروتين اللي هي تحافظ لي على شكل الار بي سي وعلى الستركتشر مالتها، فلما اكو مشكله بيها بالممبرين بروتين فالنتيجه راح تعطيني في الشكل الار بي سي هو يشبه السفيروسايت. سفيروسيتيك اللي هي شنو يعني سفيروسيتيك؟ تصير صغيره مدعبله كلش صغيره، وراح تعطيني في التيست يكون بوزيتيف، واللي هو طبعا هي تكون معرضه الى اوزموتيك فراجل، يعني تشوفوها يعني كلش هشه معرضه يعني قابله للكسر، اوكي. فبالتالي تكون انه يعني يصير بها هيموليسيس، اوكي طلاب. فطبعا احنا هنا وين راح يصير الدستركشن مال الار بي سي؟ هنا بالسبلين يعني بالطحال. عاده احنا هنا السبب مال هذا الديزيز هو انهيريتد وراثي. الانهيريتد اللي هو سببه شنو؟ اوتوسومال دومينانت، يعني اكو فد جينيتك بروبلم اللي هي الاوتوسومال دومينانت. ايش قد تقريبا ب 75% من الكيسز، 20% من الكيسز هم اوتوسومال ريسيسيف. ودينوفو ميوتيشن يعني بعد الميوتيشن الاخرى يعني الاخرى ممكن تصير 5% تشكل 5% من عندها. نجي الاشخاص ذولي شنو يصير عندهم؟ يصير عندهم انيميا فقر دم، يصير عندهم جوندس يعني ابصفار، ويصير كذلك عندهم شنو؟ سبلينوميجالي يعني اللارجمنت بالسبلين، اللي نذني كلهن علامات منو اذا تتذكرون طلاب شرحناها قبل شويه، اللي هي فيتشر اوف اكسترا فاسكولار هيموليسيس. يعني هسه جي 6 بي دي الجلوكوسيتا فوسفيد هيدروجينيز انزيم ديفيشنسي هو نتيجه تحطم مشكله بالانزيم جي 6 بي دي، فالنتيجه راح الار بي سي تتحطم بداخل البزل الاوعيه الدمويه، بينما الهيريديتري سفيروسايتوسيس تكون مصاحبه بمن؟ باكسترا فاسكولار هيموليسيس، يعني تحطم للار بي سي بالسبلين، فبالتالي يصير عندهم سبلينوميجالي، فبالتالي هو التكسر خارج الاوعيه الدمويه. ممكن يجي الطفل على شكل عدة جوندس اللي هو نيونيتال جوندس، اللي هو جوندس يعني أبو صفار بالطفل اللي عمره أقل من 1 مانث، أقل من شهر. زين هذول الأشخاص عادة من شنو يشكون؟ يعني ايش راح نلاحظ؟ شنو الفيتشر اللي راح نلاحظها عليهم؟ أول شيء أكثر شيء يبدي بماجورتي يعني من الكيسز ايش وقت يجونه؟ هم اللي أعمارهم يعني بالفيرست 10 years يعني بأول 10 سنين، أوكي، راح يجون من حياتهم يشكون من بالر شحوب يعني أبو صفار سبلينوميجالي كبر بالسبلين بالطحال. عادة السبلين يصير يصير بي moderately enlarged، راح يكبر بطريقة يعني moderate، أوكي، ويعني مو كلش راح يصير صح، راح يكبر الطحال مالتهم بس ما راح يكون كلش ماركسلي انلارجد. يصير عندهم السبلينك سايز يكون عادة unrelated to disease severity، يعني مو إذا كبر الطحال معنى الديزيز كلش خطر، وإذا الطحال صغير معنى الديزيز مو خطر، ما له علاقة يعني الديزيز severity بالحجم مال الطحال. يكون عادة شنو عندهم؟ عندهم فقر دم اللي ممكن تظهر لي بأي age بأي عمر، وأكثر شيء تبدي بالإنفانسي اللي هي لما يكونون أطفال صغار. يصير عندهم جوندس، وعادة الجوندس يكون fluctuated يعني متذبذب، أوكي، ويصير عندهم سبلينوميجالي بأغلب الأشخاص. عادة الهيموليتيك أنيميا يعني تكسر الـ RBC سببها يزداد، سببها شنو؟ هو أكو infection وأكو pregnancy، يعني بسبب بالinfection بالpregnancy يزودن الحالة المرضية هاي. زين
كناتج من التكسر راح نشوف الأشخاص شو صار عندهم، يصار عندهم غولستون، أوكي، يعني يصار عندهم يعني حصو بالمرارة، أوكي، يصار عندهم leg ulceration يعني عبارة عن قرح بالرجل، يصار عندهم crisis، أوكي، اللي هي مثلاً hemolytic ablastic sequestration، megaloblastic crisis، ممكن يصير عندهم growth retardation، iron overload، ممكن ذني complication نلاحظها عندهم. وطبعاً هذني complication أكثر شيء منلاحظها عند الأشخاص اللي عندهم hereditary spherocytosis، أكثر شيء طلاب نلاحظ هذه feature بالأشخاص اللي عندهم sickle cell anemia، اللي عندهم hemoglobinopathies وليس اللي عندهم hereditary spherocytosis. يعني ممكن مرات قليلة بحالات قليلة كلش نلاحظ ذني الكمبليكيشن، بس أكثر شيء ذني الكمبليكيشن إذا سألتكم عنها هم بالأشخاص اللي عندهم سيكل سيل أنيميا، يعني فقر الدم المنجلي. هذا طبعا تحليل يسموه الأوزموتيك فراجيليتي تيست، اللي هو عبارة عن أنه تكون الار بي سي كلش يعني ما تستحمل الأوزموتيك يعني فلويد. فنلاحظ من إحنا نخليها يعني هي أصلا هذا البلت فيلم صورة للدم، يشوفون الخلايا شلون صغيرة كلها وكلها صاير أحمر ما فاقدة هذا السنترال بالر، هذا الوسط اللي بداخلها اللي يكون لونه بيل. إذن هاي السفيروسايت هذا اللي من أنا أفكر أقول خاف عندهم أوزمو يعني عندهم هيرديتر سفيروسايتوسس، فأسوي لهم تحليل خاص بيهم اللي هو أوزموتيك فراجيليتي تيست، فنشوف الخلية الحمراء. يعني تلاحظون هنا الشخص هذا طبيعي كل شيء ما بي، وين يا الله تكسرت الخلية الحمراء، بينما هنا نشوف من يعني كلش قريب يا الله تكسرت الخلية الحمراء. فإذا الأوزموتيك فراجيليتي تيست هو يعني اللي يكون يعني سبيسيفيك المن يكون للأشخاص اللي عندهم هيريديتري سفيروسايتوسس، واللي أنا ممكن يعني أسويه التحليل على مود يعني أشوف ذولي الأشخاص عندهم هذا الديزيز لو ما عندهم. إذن كمختصر مفيد التحاليل اللي أنا أحتاجها بهذا الديزيز، أول شيء أنا أحتاج سي بي سي وبلد فيلم، يعني أحتاج أفحص البلد أشوف إيش قد عدد كريات الدم الحمر، فنا راح نلقى أنيميا عندهم الأشخاص، وراح نلقى قلنا راح نلقى سفيروسايت خلايا مدعبلة صغيرة، شوفوها شون صغيرة اللي هي سفيروسايت بالبلد فيلم يعني بالصورة مال الدم. راح نلقى ريتيكولوسايتوسيس، يعني شنو طلاب ريتيكولوسايتوسيس؟ يعني الريتيك كاونت زايد، اذا راح نلقى الخلايا الحمراء سببها لان صار بها تكسر، فالبون مارو راح يعوض لنا النقص، فراح يزود لنا كلش هواي خلايا، فقسم منها متلحق يصير ماتشور، فلهذا راح يزداد الريتيك. وقلنا راح نسوي التيست اللي هو سبيسيفيك لهذه الانيميا اللي هو اوزموتيك فراجيليتي تيست، اللي هو يكون بوزيتيف واللي هو معناه شيفت تو ذا رايت، يعني من وقت نلاحظ الهيموليسيس مال ار بي سي. هاي العلامات اللي الانفستيجيشن اللي ممكن اني الاحظها بذول الاشخاص حتى اني اسوي لهم يعني مانجمنت، حتى اسوي لهم يعني اعالجهم. عاده اني شنو هو هذا الديزيز؟ ماكو كيور له، ماكو علاج. الايم هو اني حتى بس اقلل الكونسيكوينسز اوف ديزيز، يعني انا الخلل بس اريد يعني الاشياء اللي ممكن تظهر لي من هذا الديزيز اني اريد اقللها. عادة هو الانكمبليكيتد هيريديتري سفيروسايتوسيس عادة تستجيب انه اشيل السبلين. ليش طلاب؟ لان هو اصلا السبلين هو المين سايت مال يعني تكسر الخلايا الحمراء، فبالتالي انا شنو اشيل السبلين واخلص من عنده حتى اقلل من الريسك مال التكسر مال ار بي سي. وعادة كلهم لازم اي واحد عنده هيموليسيس لازم نعطيه فوليك اسيد فوليت، لانه الفوليك اسيد راح يستهلك بالعملية الهيموليسيس، وبالتالي راح يدخلنا بمشاكل احنا في غنى عنها، وراح يسبب لي فد نوع من فقر الدم اللي يسموه يعني يسموه ميغالوبلاستيك انيميا، فاني اريد امنع هذا الشيء يصير، واللي هو راح يسبب لي حتى ياثر لي على الاعصاب، ممكن حتى يصير تلف بالاعصاب. بقان طلاب راح نحكي بعد شوية عن
الثلاسيميا وعن السيكل سيل أنيميا واللي هي هم تكون مصاحبة بتكسر للار بي سي. وكنا يمكن احنا سامعين الثلاسيميا اللي هي عبارة عن يعني مرض وراثي واللي هم لهم يعني علاج خاص، يكونون يعني يتعالجون بعلاج خاص، ذول الاشخاص معروفين يعني يشخصون من وقت ونعرف انه ذول الاشخاص عندهم ثلاسيميا. طبعا هو يعتبر ديزيز وراثي يعني characterized يتميز by reduced or absence in the synthesis of globin chain of hemoglobin. احنا هسه قلنا الهيموغلوبين هو يتكون من هيم المادة اللي هو بيه الايرون الحديد والجلوبين chain اللي هن يعني اربعة جلوبين chain. فذني الجلوبين chain اذا كان اكو مشكلة قلة بالعدد مالتها او اصلا ما تكونت، اذا الجلوبين تشين هنا راح نقول انه هذا الشخص شنو عنده، عنده ثلاسيميا. اذا وين هذا سو اوكر ريديوس البرودكشن اوف ار بي سي فروم بون مارو اند ايفن وين ذا ار بي سي ريليس تو بلاد اوكر اكسترا فاسكولار هيموليسيس بالسبلين. فاذا ايش راح يصير عندهم؟ هم الانتاج مال ار بي سي راح يقل بنخاع العظم، وكذلك ممكن حتى إذا تكونت الـ RBC فراح تتكسر بنخاع بالسبلين بالطحال خارج الـ blood vessel الأوعية الدموية، يعني بالسبلين يعني معناه extra vascular. أوكي عادة إحنا هنا نقسمها حسب نوع اللي إحنا ندري الجلوبين chain ممكن هي ألفا أو بيتا. فإذا كان يعني إنه الخلل إنه راحت الألفا تشين طلاب، هذا هنا معناه ألفا ثلاسيميا، ما أعرف يعني رايحة هاي الألفا، لأنه if the alpha chain that is affected، إذا الألفا تشين لما يصير بها affected نقول هذه ألفا ثلاسيميا، إذا البيتا تشين affected سميناها بيتا ثلاسيميا حسب التشين اللي راحت انفقدت. انفقدت الالفا سميناها الفا ثلاسيميا، فقدت البيتا سميناها بيتا ثلاسيميا. عادة يعني العلامة السريرية اللي ألاحظها على الشخص واللي يجي حتى أقول إنه هذا الشخص عنده هذه الأنيميا، هو أني أول شيء أشخصها بين عمر 3 إلى 6 أشهر. ليش طلاب؟ لأن هي هاي الفترة اللي يبدي إحنا كان عندنا من ينولد الطفل هو عنده فد هيموغلوبين يسموه فيتال هيموغلوبين اللي هو اسمه هيموغلوبين F، فبي البيتا تشين بعدها ما صار بها مشكلة. أوكي ما متحول الى ادلت هيموغلوبين اللي هي تكون من الفا 2 بيتا 2. اوكي فهنا شنو؟ بيكوز ات ذس ايج البيتا تشين بيجن تو اكت. احنا هنا هذا الديزيز ايش وقت يظهر لي؟ يبلش بثلاثه، لان هنا دا يصير تحول من الفيتال هيموغلوبين الى الادلت هيموغلوبين. يجينا الطفل هم عنده فيتشر اوف اكسترا فاسكولار هيموليسيس واللي هو كبر بالسبلين، عنده فقر دم، عنده شحوب بالوجه، عنده جوندس او اصفار. زين ممكن نلاحظ حتى تغيرات بشكل الجمجمه مالته، بشكل الفيس مالته. تلاحظون هسه الفيس مالته هسه هذا الطفل مو مثلنا، يعني تلاحظون هسه هذه شفته يعني بعيده عن الانف مالته، الانف مالته ما يصير عندهم هذا البرج الجسر مال الانف، وانما يكون يعني النوز مالتهم مسطح. اوكي ما بي هذا البرج. اذا يعني ممكن نلقى المشاكل اللي تحدثنا عنها هي مشاكل مثلا بالجمجمه اللي يسموها ثلاسيميك فيس، ممكن مثلا ايرون اوفرلود كومبليكيشن اللي هي سببها من انه احنا دائما دول الاشخاص يحتاج اني انقل لهم دم، لان دائما عندهم تكسر بالكريات الحمراء فبالتالي دائما احتاج انقل لهم دم، فراح يصير عندهم يعني زياده بالحديد، فبالتالي هذا الحديد زيادته ممكن تترسب يعني بهواي اورجان وسبب لنا مشاكل في غناء عنها. إذن هذني الفيتشر اللي ممكن أني ألاحظها للأشخاص اللي عندهم سيكل سيل أنيميا. زين حتى أني أسوي لهم يعني دايجنوسيس وأعرف أنهم عندهم ثلاسيميا، لازم أسوي أول شيء سي بي سي، أشوف أنيميا فقر دم، أسوي ألقى الام سي في والام سي اتش اللي هي من مكونات يعني من الباراميتر مال يعني السي بي سي، أشوف الام سي في والام سي اتش نازلات. اوكي اثنينات النازلات كلش، اشوف كذلك صوره للدم، اسوي الجا سيفير هايبوكروميك مايكروسيتيك انيميا ار بي سي،
وألقى target cell، ألقى pencil cell، ألقى new created RBC. تلاحظون هنا، شوفوا طلاب هسه هنا هاي صورة للبلد فيلم، هاي يعني أكيد أتوقع هاي 300 ميجر، أوكي؟ يعني لما يروحن التو هيموغلوبين chain مال البيتا جلوبين، زين بيتا 300 ميجر، واللي هنا نشوف الأشخاص عندهم، شوفوا تارجت خلية الحمراء صايرة شلون الهدف، هاي هنا خلية حمراء بيها النيوكليوس اللي هي مفروض ما ألقى هيك خلية، يعني معناها أكو هيموليتك فيتشر. أسوي السي بي سي ألقى الهيموغلوبين نازل، الأم سي في نازل، الأم سي إيش نازل، كلهن نازلات، فبالتالي أنا أشك الأشخاص عندهم ثلاسيميا. أسوي ريتك كاونت ألقى إنكريز، زين معناه اكو هيموليسيس. اخر شيء شنو اسوي؟ اسوي فد تيست يسمونه اتش بي الكتروفوريسيس، اللي هو اني ارد اعرف الهيموغلوبين شنو من عنده موجود، اللي هي اني القى الهيموغلوبين اف انكريست، لان الهيموغلوبين اي بمشكله، فنلقى احنا هنا اكثر شيء شنو اللي موجود هو الهيموغلوبين اف. هذا حتى اني شنو اشخص هذول الاشخاص اللي عندهم ثلاسيميا. زين بالنسبه لاهل السيكل سيل انيميا، اذا من الانهرتد ديس اوردر اللي خاصه بالهيموغلوبين، اما ثلاسيميا سميناها هيموغلوبينوباثيز يعني هو الديزيز كله، اما ثلاسيميا او ممكن سيكل سيل انيميا. السيكل سيل انيميا هي اهم من مشكله وين؟ وراثيه، واللي المشكله شنو يكون عندنا ابنورمال ستراكشر بالجلوبين تشين، يعني المشكله شنو الجلوبين دا يصير بتحول بالجين مالته، تحول بالامينو اسيد، يعني اكو فشي يسموه امينو اسيد سبستيتيوشن، اوكي، للهيموغلوبين، فالنتيجه شنو راح يصير؟ يصير عندهم يتغير الشكل مال ار بي سي الى شكل يشبه المنجلي. طبعا this abnormal hemoglobin makes the RBC sickle in shape، راح يخلي هذا الهيموغلوبين اللي هو مو طبيعي وabnormal راح يصير شكله مثل السيكل، وcan't pass through small blood vessel، وهذه طبعا السيكل سيل ما تقدر تفوت مثل RBC الحلوة اللي تقدر تفوت لي وتغير شكلها داخل الأوعية الدموية، فبالتالي راح تسد لي الأوعية الدموية. اوكي اذا ايش راح يصير؟ اوكير اكسترا فاسكولار هيموليسيس، طبعا اكثر شيء هو التكسر يصير بالسبلين بالطحال، وراح يسوي فازو اوكلوجن باي سيكل سيل، راح هذني الخلايا ما راح تقدر تفوت خلال الاوعيه الدمويه، فراح شنو تسد لي الاوعيه الدمويه. هذه الاشياء اللي ممكن نلاحظها بالسيكل سيل، وطبعا كلش مهم اللي نلاحظه الكومبليكيشن اللي ذكرت لكم اياها قبل شويه، واللي هي اني ما اعرف يعني for something wrong يمكن انه ما انحطت هنا، اللي هي اهم يعني الكومبليكيشن طلاب اللي موجوده بالهيريديتري سفيروسايتوسيس لايك هيموليتيك كرايسيس، سيكويستريشن كرايسيس، يعني ابلاستيك كرايسيس، ذني كلهن نلاحظهن بالسكل اكثر من اللي هي هيريديتري سفيروسايتوسيس. هم عادة نلاحظ هذه الأنيميا شو وقت؟ بعد 3 إلى 6 مانث، وعادة يبدي الشخص يصير عندهم أنيميا، جوندس، سبلينوميجالي، يصير عندهم فقر دم، أبصار يرتفع، يصير عندهم تضخم بالطحال، وكذلك يصير عندهم ممكن painful crisis سميتكم إياها، رأسا يشكون من آلام كلش قوية بمفاصلهم، بصدرهم، براسهم، النتيجة إنه هذه الخلايا المنجلية سدت الأوعية الدموية وبالتالي سببت لي هذه العلامات اللي إحنا ذكرناها. هذا شخص يعني طفل عنده سيكل سيل أنيميا، وهذه صورة توضح لنا شلون هذين الخلايا المنجلية ما تقدر تفوت بداخل الأوعية الدموية، فبالتالي راح يصير أوكلوجن مستدليا للبلد فيزل. فعادة أنا هنا شنو أسوي لهم؟ هم أسوي لهم تحليل دم ألقاه قليل أنيميا فقر دم، وأسوي لهم صورة للدم ألقى بالبيرفرال بلد خلايا منجلية، شوفوا هاي خلايا منجلية، أوكي؟ أسوي تحليل الرتك كذلك ألقى زايد، لأنه إحنا هنا شنو عندنا طلاب؟ إحنا هنا عندنا هم تكسر، فالنخاع العظم دا يريد يولد خلايا حمراء هواية، فراح يشتغل أكثر، فالنتيجة راح يزود لي الرتك. راح ألقى في التيست يسموه سيكلينج تيست بوزيتيف، وهذا شلون؟ يعني إنه أنا أقطع الأكسجين عن الخلية الحمراء اللي أنا شاكة بيها سيكل، وأجي البلد فيلم أحط عليه فوقه كفر سلايد على السلايد وأصبغه
مثلا داير مدايره على مود امنع الاكسجين، فهو عاده بدي اوكسجينيشن راح تظهر الخلايا اللي هي شكلها سيكل سيل. كذلك اسوي الاتش بي الكتروفوريسس اللي هو شنو يظهر لي؟ يظهر لي هيموغلوبين اس، اللي هو الهيموغلوبين اس هو اللي اقصد به السيكل هيموغلوبين، واللي ناتج عن يعني تغير سبستيتيوشن بالامينو اسيد، اوكي، واللي سبب لي انه الشخص شنو صار عنده؟ صار عنده سيكل سيل انيميا. لهنا طلاب احنا خلصنا محاضرتنا، اتمنى المحاضرة كانت مفهومة بالنسبة لكم، شكرا جزيلا لكم.